أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف أقوم بتوضيح موضوعات الأسبوع 15، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب اكتساب اللغة. أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف، أن يميز الطالب بين النون الساكنة والتنوين، وأن يوظف القاعدة في جمل من إنشائه. كيف ننمي مهارة القراءة؟ يفضل تقسيم فترات القراءة على مجموعة من المرات خلال اليوم، أي القراءة لمدة من 5 إلى 10 دقائق على الأقل، حيث يمكن القراءة مثلا أثناء الإفطار والغداء وحتى العشاء، وإذا كانت عادة القراءة محببة خلال هذه الأوقات، أو القراءة عند الذهاب إلى الفراش، وبذلك يزيد عدد المرات القراءة في اليوم لمدة 10 دقائق لكل مرة، أو 40 دقيقة يوميا. وفقا لبعض الأبحاث، فإنه يمكن للفرد زيادة القراءة والمطالعة الخاصة به، وكذلك تحسين التركيز عن طريق قراءة الكتب في وقت مبكر من اليوم. ملازمة الكتاب: يفضل عند الذهاب إلى أي مكان انتخاب كتاب، سواء في السيارة أو المكتب أو إلى أي مكان يتم الذهاب إليه ويكون فيه الفرد قادرا على القراءة، مثل الانتظار عند الطبيب. وتعتبر قراءة كتاب طريقة رائعة للاستفادة من الوقت. التقليل من وقت الفراغ: تجد محاولة التقليل من قضاء وقت الفراغ على التلفاز والإنترنت لزيادة أوقات القراءة، فكل دقيقة لا يتم قضاؤها على الإنترنت أو التلفاز يمكن للفرد أن يستفيد منها في القراءة. اختيار المكان المناسب للقراءة: ينبغي عدم القراءة في مكان غير مناسب، مثل القراءة في غرفة التلفاز، أو القراءة مع وجود الأطفال، أو مثلا القراءة في الحافلة المدرسية، أو قراءة كتاب مع وجود شخص يستمع إلى موسيقى. لذلك يجب العثور على مكان هادئ ومريح مع إضاءة جيدة للقراءة. قراءة الكتب الممتعة والساحرة: يفضل البحث عن الكتب التي تستحوذ على التفكير وتشد القارئ إليها، حتى لو لم تكن هذه الكتب روائع أدبية، المهم أن تكون ممتعة، حيث إن الاستمرار في القراءة هو الهدف. وبعد أن تصبح القراءة عادة يومية للشخص، يمكن بعدها قراءة الكتب الصعبة. ثم بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى ياء النسب، وياء النسب هي ياء مشددة، أصلها ياءان، المراد بالنسب زيادة ياء مشددة على آخر الاسم، وكسر ما قبل هذه الياء، ليدل بعد هذه الزيادة على نسبة الاسم إلى شيء ما، كأن نقول مصر مصري، سوريا سوري، أردن أردني. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى الفرق بين النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة تأتي في وسط الكلمة أو آخرها، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. التنوين تأتي آخر الكلمة وتكون في الأسماء فقط. ثم عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى ضمائر المخاطب: أنت، أنت، أنتم، أنتما، أنتن. أنت للمفرد المذكر، وأنت للمفرد المؤنث، وأنتما للمفرد أنتما للمثنى المذكر والمثنى المؤنث، وأنتم للجمع المذكر، وأنتن للجمع المؤنث. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى كتابة رسائل شخصية. سوف تقوم عزيزي الطالب بكتابة رسالة شخصية إلى صديقك، مراعيا فيها عناصر الرسالة الشخصية: العنوان، المقدمة، التحية، المشاعر والعواطف التي سوف تكتبها لهذا الصديق، واسمك وتوقيعك في هذه الرسالة. ثم عزيزي الطالب في هذا الأسبوع أيضا سوف نتطرق إلى كتابة فقرة من الإملاء، لذلك عليك أن تراعي القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا حتى لا تقع عزيزي الطالب في الأخطاء. أيضا عزيزي الطالب سوف تقوم في هذا الأسبوع إلى بإجراء اختبار قراءة، لذلك عليك مراعاة القراءة الجهرية حتى لا تقع عزيزي الطالب في الأخطاء. ثم سوف نقوم بالإجابة عن
الأنشطة والتدريبات التابعة للقواعد التي تم التطرق إليها في هذا الأسبوع في كتاب التطبيقات رقم 2. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي وطلابي طلاب اكتساب اللغة.